دكتور، اتفاق إيران والسعودية كيف شفته؟ مصالح سياسية. مصالح سياسية رح ينعكس إيجابا على لبنان يعني برأيك؟ يعني كان في حرب طاحنة بين المملكة العربية السعودية وحلفائها وبين الحوثيين يلي بياخدوا سلاح ومال وأكل وكل شيء من الجمهورية الإسلامية الإيرانية. حرب طاحنة يعني عمرها سنوات طويلة وما كانت رح تتوقف لو ما صار هذا الاتفاق. وأنا برأيي هذا الاتفاق سينعكس إيجابا على كل المسارات. يعني اليوم أول انعكاس أنا برأيي غير مباشر لهالاتفاق هو رجعة الجمهورية العربية السعودية على حضن إلى حضن جامعة الدول العربية، رغم كل اللي صار، رغم 500,000 قتيل اللي متهمين فيهم الرئيس الأسد، ورغم 12 أو 13 مليون لاجئ ومهجر خارج سوريا وداخل سوريا اللي متهمين فيهم النظام السوري، رجعوا للنظام السوري مبين. ما هن كانوا من اللي رجعوا كانوا عم بيسبوه من 2011. طيب كيف رجعوا؟ لأنه هيك السياسة، السياسة هيك. وهيدا كله رح ينعكس إيجابا أنا برأيي على كل على المنطقة، على كل المسارات. يعني هلا في مسار جديد. طب بس بحريني، بس هيدا الاتفاق في مسار بحريني رح تشهده قريبا، بحريني ايراني. يعني رح يصير في إعادة اندماج جديد لعلاقات جديدة بين مملكة البحرين وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بس هذا هيدا المصالحة أو الاتفاق صار برعاية الصين، يلي هي كانت أول مرة يعني بتكون خارج حدودها وبتتعاطى بين دول. الصين روسية عم بيفوتوا على كل المسارات. ليش روسية؟ روسية لو منا فاعلة بسوريا كان بقي النظام السوري واقف على إجراء. إيران لو بواسطة اللواء قاسم سليماني، مين وقف النظام السوري على إجراء غير روسيا يلي فاتت وعندها قاعدة طويلة عريضة بحميميم وما بعرف وين. أنا مني عميل ولا استخباري تقلك وينن الطيارات الروسية، بس بعرف أنه في قاعدة كبيرة بحميميم تحفظ استمرارية النظام السوري، وبعرف أنه في قوات إيرانية تساعد. لو ما من اللواء قاسم سليماني والقاعدة الروسية يعني الرئيس بوتين ما كان استمر النظام السوري، كنت هلأ يا شهدت نظام جديد يا شهدت تقسيم لسوريا والتقاتل إلى ما لا نهاية. عرفت كيف؟ فبالتالي ما في شيء بيصير بإرادة وطنية. بس هالدول الكبيرة يلي عم تتحرك وروسيا يلي عم تبني أول ملجأ ضد النووي، ضد السلاح النووي، والصين يلي باش تتدخل بدول أصغر منها علما أنه ما كانت تتدخل، أمريكا يلي اليوم كل العالم عم تقول أنها رايحة لتفكك أزمة مادية، أوروبا يلي شهدت لأول مرة اليورو من سنة اليوم تحرك. هالأمور كلها يلي عم تصير الصراعات بقلب فرنسا والمحتاجين يلي عم يتظاهروا وهول القصص يلي ما كنا عم نشهدها مؤخرا، العالم كله عم يتغير. شو عم بيصير برأيك؟ برأيك في حرب عالمية؟ لا لا لا. برأيك أنا ماني شايف، العالم كله عم بيتغير والناس عم تتغير من الأشياء الصغيرة. يعني بياخدك من لبنان، بياخدك من لبنان، يعني الرئيس عون كان يقول وردده أنه لا تطبيع مع إسرائيل، لا سلام مع إسرائيل. بعهده صار التطبيع بواسطة السيد نبيه بري وعملوا الاتفاق البحري على الحدود البحرية. مش تطبيع، هيدا ترسيم حدود. ترسيم حدود هو تطبيع، لأنه أنت يعني أنت تطبيع يعني بيصير في شغل. يعني الإمارات هو أول مرحلة إسرائيل، هو أول مرحلة. ما أنت بس ترسم حدود مع عدو إسرائيلي، يعني عم تعترف أنه هذا العدو الإسرائيلي هو مالك لفلسطين المحتلة. المرحلة القادمة رح تكون أقرب، يعني المرحلة أكيد أكيد. السيد حسن نصر الله كان يقول أين بحرنا؟ أين يصل بحرنا؟ يصل إلى غزة. هيدا كلام السيد حسن نصر الله، إذا العالم نسيه أنا ما بنسي. أنا ما بعتقد بعد بحره اليوم رح يوصل لغزة، لأنه فايت بتهدئة مش طبيعية. علما انه عمل قبة باط من كم اسبوع لبعض الفصائل الفلسطينيين اللي كبوا كم صاروخ بس تقلوا انه نحن هون، انه نحن بعدنا بالجنوب. وهلأ عمل قبة باط للحزب السوري القومي الاجتماعي يلي اعلن من بعد
باراد عسكرية طويلة عريضة يعملها بالحمرة كل مدة بيعملها انه هو راجع على الجنوب وراجع يعمل مقاومة، مع انه الحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي هم تاهمين المقاومة الاسلامية انه قتلوا كل المقاومين بين عام 82 و83، قتلوهم بظهرهم اللي كانوا عم بيقاوموا ضد العدو الاسرائيلي، تاهمين انه هم قتلوهم تتصير المقاومة بس لحزب الله وبس اسلامية. هلا عملوا رجعوا مبين اب تباط المقاومة الإسلامية يعني حزب الله. ليش؟ لأنه تقولون أنه انتبهوا نحن بعدنا هون، يعني كل شيء بدكم تعملوه بدكم تبرئوا من خلالنا. يعني أنا ما بعتقد بقى أنه بحره للسيد نصر الله سيصل إلى غزة، بحره بيوصل للنقورة نقطع السطر بدون يتبعوا بعدين ما بعرف شو بدون يعملوا. ومش مزبوط الكلام اللي قاله العماد عون الرئيس السابق أنه لا تطبيع مع إسرائيل، تطبيعه نص وثلاث أرباع، طبعوا بأيامه طبعوا وهو سعي انه تصير قبل ما تخلص ولايته. طب اليوم جبران بيصير اذا عمل اتفاق مع اسرائيل مثل ما صار مع زعماء سابقين، برأيك بيوصل رئيس جمهورية؟ انا ما بعتقد انه السيد باسيل عنده حظوظ يصير رئيس جمهورية لسبب اساسي. هلا يمكن الناس رح يضحكوا وقتقولوا انه الناس ما بتحبه، يعني حتى ضمن التيار الناس ما بتحبه. هل فكك الطيار جبران؟ فكك اكيد هشل كل بيرضى العماد عون. انتبه انتبه شو عم بقول، جبران باسيل هشل كل القيادات ضمن الطيار بيرضى العماد عون، هشل اللي وقع عصام ابو جمره، هشل الدكتور ماري عون اللي عم ببلش بتصريحاته اللي هو عوني اكثر من ميشيل عون. اليوم تصريحاته للدكتور ماري عون ما بتقول هيدا ترك التيار. بس يعني منتقد فيك زياد اسود ترك التيار، يعني فيك تترك التيار وما تنتقد التيار. اليوم الدكتور انا عون وابراهيم كنعان لا تهزوا واقف عشوائي، انطوان خوري حرب، زياد عبس اللي وقع، عصام ابو جمره، كل الناس المؤثرين بالتيار هون هشلوا من ورا جبران باسيل وبيرضى العماد عون. ورغبته للعماد عون انه هو من بعد ما يتقاعد بالسياسه انه صهره السيد باسيل ياخذ قياده التيار، وهيدا شيء صار. بس هيدا ما بيعني انه اللي بالتيار بيحبوه وبيستهضموه لسيد باسيل، وعنده مشكله مع الناس. تعتبره ذكي؟ اكيد ذكي واكيد شاطر واكيد، بس هيدا شيء ما له علاقه بالشعبيه. يعني هو معروف ومشهور وذكي وناجح بشغله، مش ناجح بالمعنى النجاح انه يعني مش فاسد، انتبه ما عم بقول ناجح يعني مش فاسد، يعني بيعرف يعمل مصلحته، بيعرف من اين تؤكل الكتف، مثل نبيه بري. مين اسكى بري او باسيل؟ انا بعتقد دارسين تانيتهم زيت الكتاب، بس بري سابقه بشي 40 سنه لباسيل لانه اكبر منه، لانه السيد بري تخطى عمر 83، بعتقد صار 83 او 84، يعني مش مهم. يعني تانيتهم بنفس قوه الفساد برايك؟ ايه، بس السيد بري عنده خبرة أكتر، علما أنه إذا بيتذكروا الناس يلي كانوا يحضروا الـ LBC وقت كانت الـ LBC عروس، بعد عروس بس صار في غيرها كتير عرسان، بالـ 91 عمل، يمكن كان من أول أحاديث تلفزيونية عملها السيد نبيه بري، عمله مع الإعلامية الأستاذة ماجي فرح، والبرنامج كان اسمه أول مرة، واللي ما مصدقين يفوتوا على الارشيف لانه انا ما بحكي شيء. اذا منتشرة هيدي المقابلة بشكل كتير كبير. يعني وقتها السيد بري قال للانسة ماجي فرح، قال في سرقات على عينك يا تاجر، وهلأ متهوم تيار امل وعلى رأسهم السيد بري ومدامته انه هن بيسرقوا وانه هن بيقبضوا ومدامته متهومة السيد هندا بري، كل الناس بيوجهوا لها أصابع الاتهام إنه هي مدام 51%، ما حدا يتخبى وراء أصبعه. وبيقول السيد بري بهالحديث أول مرة للسيدة فرح بيحكي عن الفساد وعن التسليم، رح قلك بالضبط شو بيقول نحنا بلبنان ما بنينا وطن من سنة 43، نحنا بنينا مزرعة. طيب هو شو بني من 90 لهلأ؟ ما بني مزرعة. وبيقول أخطر جملة اللي بيقولها واللي هي اتضح أنه عم بيكذب، قال لن أكون جزء من هذا النظام إذا بقي هذا النظام. بقي هذا النظام ونص، وإنت صرت جزء أساسي من هذا النظام، وإنت عم ترعى، إنت من الراعيين لهالنظام. وإنت ما تنسى يا سيد بري إنك كنت من الترويكا يلي بلشت عيام الرئيس الهراوي الله يرحمه ويرحم كل الأموات،
رئيس الهراوي، رئيس الحريري الله يرحمه، والسيد بري. فما يكذبوا على الناس وما يخبروا الناس خبريات، بس بس كلهم بيحكوا هيدا الحكي. بعرف بس هو بس انت مالك يعني ميشيل عون حكي هالحكي، جعجع حكي هالحكي، كلهم مالك حق تدعي بالقداسة اذا انت عاهر سياسيا واذا انت فاسد سياسيا. طب بركي ما خلوه مثل جبران بسير، ما خلوه يروح على البيت. اول شيء مش جبران بسير اللي ما خلوه، العماد عون اللي ما خلوه، بس انه جبران إيه يعني كان يقول ما خلوه بطريقة. وهلا في شيء ضارب يعني بده حل. هلا شبابنا، وشو بدي بالسياسه وثيقه السياسه؟ هلا انا اللي بهمني شبابنا وصبايانا يلي مضروبين بالكبتاغون، تجاره الكبتاغون يلي عم بتروح من سوريا ولبنان على اوروبا وعلى الخليج. هيدي الكارثه الافه الكبيره اللي بدنا نحن نحاربها استاذ الف، واللي لازم انتو الاعلاميين تحاربوها ب بس هيدي منا جديدة. لا جديدة ونص. وهلأ عم تضرب مجتمعنا وعم تنخر بمجتمعنا، غير قلة الأخلاق، إنما من الأمم والأخلاق وما بقيت، غير قلة الأخلاق اللي دار بمجتمعنا في قصة الكبتاغون. أول شيء اللي عم بتشوه صورة لبنان وسوريا، يعني نحن برغم مشكلتنا السياسية والعقائدية نحن والنظام السوري، نحن منحب سوريا كبلد عربي شقيق، ومنحب ومنحترم الشعب السوري اللي هو شعب ذو حضارة وذو إرث حضاري كتير مهم. وما منقبل انه الناس رغم كل اللي صار، كل الدم اللي صار بين لبنان وسوريا، وهذا شيء حكي عنه قبل الأستاذ جوزيف أبو خليل بكتابه لبنان وسوريا مشقة الأخوة يلي طلع بأول التسعينات، واللي هو بخبرك بمئة صفحة أو بمئتين صفحة كل المأساة اللبنانية السورية، يعني كل المأساة يلي كانت داخلة بالعلاقات اللبنانية السورية، رغم كل هذا الشيء ورغم حرب التحرير ورغم قصف الأشرفية وحرب المئة يوم ورغم كل المجازر اللي قاموا فيها المخابرات السورية ورغم كل التنكيل اللي عملوه بالشعب اللبناني، نحن منحب سوريا كشعب عربي شقيق ونحترم الإرث السوري ونقول أن سوريا هي أمة عظيمة، ولكن هذا الشيء لا دخل له بالسياسة. نحن عم نحكي فكر سياسي. يعني أنا وقت اللي بحكي أنطون سعادة ما بحكي عن القوميين السوريين، بحكي فكر أنطون سعادة. وقت اللي بحكي عن فكر كمال جنبلاط ما بحكي عن الممارسة اليومية على الأرض لبعض أفراد الحزب التقدم الاشتراكي. في فرق بين هاي وبين هاي. وبالتالي اليوم العالم تغير، الناس تغيرت، حسن نصر الله تغير، نبيه بر تغير، ميشيل عون تغير، بس مشكلتهم هون اللي ذكرتهم انه تغيروا بس ما تعلموا.